التوعية للقرنية المخروطية عند الأطفال حاجة مهمة جدا جدا جدا. أنا دكتور أشرف أرمية، استشاري طب وجراحة العيون بالقاهرة جمهورية مصر العربية. بنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا اللي هي القرنية المخروطية عند الأطفال. أهم حاجة إن دكتور العيون لما بيجيله طفل لازم يطمن ان مشكلة القرنية ما عندوش مشكلة في القرنية، خصوصا الناس اللي عندهم حساسية مزمنة، ومع الاطفال اللي بيبقى عندهم حساسية مزمنة لفترة طويلة جدا بيبقى عندهم فرق للعين بصورة عنيفة. لو الطفل مولود عنده مولود جيني للقرنية المخروطية، فرق العين بطريقة عنيفة جدا اللي هو دعكها بطريقة عنيفة جدا ممكن يؤدي الى ظهور القرنية المخروطية. ولازم نبقى عارفين الاباء والامهات الاطفال لما بيلاقوا تدور النظر يبتدي يقل واحده واحده لازم يتوجه لدكتور العيون مباشره في الناس اللي عندهم حساسيه شديده، لان تشخيص القرنيه المخروطيه عند الاطفال في صوره مبكره تحمي الطفل من تدهور حده الابصار لما يبتدي يكبر شويه. تشخيصها سهل جدا بتصوير للقرنيه، ونعرف عن طريق القرنية تحدبها وسمكها، ولو لقينا ان في بدايات للقرنية المخروطية في الاطفال بنعمل بسرعة حاجة اسمها تثبيت للقرنية، وده بيساعد ان القرنية تستقر. ولازم الاطفال اللي عندهم حساسية مزمنة لازم العلاج يتم بصورة مكثفة ومتابعة مع الطبيب. انا بشكر الدكتور ياسر رفاعي على المبادره الرائعه اللي هو طلب مننا ان احنا نقدم فيديوز ليها، لان مرض القرنيه المخروطيه وده من الامراض اللي احنا ذكرناها في كتابنا اللي لسه منشور قريب، مرض مهم جدا وحاجه مهمه ان احنا نشخصها بدري قبل ما نشخصها في سن متاخره لما يكبر الطفل ويحصل تدهور كامل للقرنيه ويبتدي النظر يبتدي يقل جدا. التوعية ضد هذا المرض حاجة كويسة جدا ومهمة جدا لكل الناس، سواء دكاترة الأطفال لما بيلاقوا الطفل عنده مشكلة لازم يبعتوه بسرعة لطبيب العيون، أو طبيب العيون لازم يبقى عنده خلفية بهذا المرض ولازم يشخصه بصورة مبكرة حتى نحمي أطفالنا من تدهور حدة الإبصار. شكرا جزيلا لكم.